أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه الآيات الأربع نزلت في العاص بن وائل أبو عمر، العاص بن وائل المكنى بأبي عمر. وسبب نزولها أن هناك عبدا صالحا مؤمنا تقيا ألا وهو خباب بن الأرت، وكان قينا أي حدادا، مهنته في مكة الحدادة، فاشتغل للعاص أشغال وما أعطاه ثمنها، فجاء يطالبه قال لا أعطيك درهم حتى تكفر بمحمد، لا أعطيك ما تطالبني حتى تكفر بمحمد وإلا لا أعطيك شيئا. فقال له خباب ابن الأرت يوم تموت وتبعث حيا ثم نعطيك ثم تعطيني، يوم تموت وتبعث حيا يومها تعطيني أخذ حقي، وهو كذلك. فقال وإذا مت بعث يكون لي مال وولد حتى أعطيك. إذن فقال لأوتين مالا وولدا وأعطيك يومئذ ما لك علي. فأنزل الله تعالى قوله أفرأيت يا رسولنا الذي كفر بآياتنا القرآن الكريم وما يحوي من الشرائع والأحكام وما يدعو إليه من التوحيد وما يقر من نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من الهداية، كفر بآياتنا الواضحة البينة وتنكر لها وجحد هذا الطاغي هذا العاص بن وائل، وقال متبجحا لأوتين مالا وولدا، إذا مت بعث أعطى المال والولد كما عندي اليوم عندي غدا، اغترارا وانخداعا. قال ما دمت أنا الآن نملك المال والولد وأنتم لا تملكون شيئا،
إذن إذا بعثنا نكون أكثر مالا وولدا. هذه عبارته بالحرف الواحد. قال لأوتين مالا وولدا، فرد الله تعالى عليه بقوله أطلع الغيب. كيف علم هذا؟ نظر إلى اللوح المحفوظ، علم علما خاص، كيف عرف أنه يكون له المال والولد؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا ووعده الله بأن يعطيه؟ اللهم لا ذا ولا ذا، كلا، لا علم الغيب ولا عرف ولا وعده الله بشيء. ثم قال تعالى سنكتب ما يقول، من هذا التبجح وهذا الباطل وهذا الكون الكفر وهذا الكلام الفاسد، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونزيده. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، فليقل ما شاء أن يقول، فليقل الكفر، فليقل كذا، ونمد ونمد له من العذاب مدا مقابل شدة الكفر والباطل والشر والفساد. ونرثه ما يقول، الذي يقول من المال والولد والمتاع نحن نرثه، يجد نفسه لا مال له ولا ولد بل فردا. ونرثه، من الذي يرثه؟ الله. هل يبقي له ولدا أو مالا يوم القيامة؟ لا شيء. هذه نزلت في من؟ في العاصي بن وائل. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، تبجحا وكلاما باطلا. أطلع الغيب حتى عرف هذا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا ووعده الله وأعطاه؟ الجواب كلا، لا 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 أبدا. إذن سنكتب ما يقول من هذا الكلام الباطل وهذا الكفر والكذب، ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول، الذي لأتين ما نبقي له مال ولا ولد، ونبعثه حافيا عاريا وحده، وثم يتم العذاب ونقمة الله. هذه الآيات في العاصي نسمع شرحها من الكتاب. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم معجبا له، أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أي كذب بالوحي وما يدعو له من التوحيد والبعث والجزاء وترك الشرك والمعاصي، وهو العاصي بن وائل المسمى بأبي عامر ابن العاص، وقال لأوتين مالا وولدا. قال هذا لخباب بن الأرت حينما طالبه بدين له عليه فأبى أن يعطيه استصغارا له واحتقارا، لأنه قين أي حداد، وقال له لا أعطيكه حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب والله ما أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث. فقال له العاص إذا أنا مت ثم بعث كما تقول، ثم جئتني ولي مال وولد، قضيتك دينك. فأكذبه الله تعالى ورد عليه قوله بقوله عز وجل أطلع الغيب، فعرف أن له يوم القيامة مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بذلك بأنه سيعطيه مالا وولدا يوم القيامة؟ كلا، لم يطلع على الغيب ولم يكن له عند الرحمن عهدا. وقوله تعالى سنكتب ما يقول من الكذب والافتراء ونحاسبه به ونضاعف له العذاب به، نضاعف العذاب به العذاب، وهو معنى قوله تعالى ونمد له من العذاب مدا، نضاعف له العذاب. وقوله تعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أي ونسلبه ما يقول من المال والولد حتى يموت ويترك ذلك، أو ينصر رسوله على قومه فيسلبهم المال والولد، ويأتينا في عرصات القيامة للحساب
فردا لا مال له ولا ولد. والآن مع هذه الآيات التي سمعناها تتلى علينا، قال تعالى: واتخذوا من هؤلاء المشركون الكافرون بالذات طغاة مشركي مكة، واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها، هبل، ما هي أصنامهم؟ اللات، العزى، منات. واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها، بدل أن يعبدوا خالقهم ورازقهم ومالك أمرهم والذي بيده حياتهم وموتهم وسعادتهم وشقاهم والذي يعطيهم ويمنع، ما يعبدونه، ويعبدون أصناما وأحجارا بحجة ليكون لهم عزة ونصرة في الدنيا والآخرة، يتبجحون بآلهتهم وأنها ستنصرهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كلا ليس كما يقولون ولا ما يزعمون. لطيفة، ذكر القرطبي أن كلا لا توجد في النصف الأول من القرآن قط، وبدايتها من مريم إلى آخر القرآن، وذكرت في 33 موضع، بدايتها من مريم إلى والفجر، وهي بمعنى حقا وبمعنى لا بحسب السياق. قال: واتخذوا من دون الله آلهة، يا للعجب، ليكون لهم عزة. كيف تعزهم الأصنام والأحجار؟ كيف تنصرهم على الجبار؟ كلا سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة، والله لا يتبرؤون. وهذا عيسى بن مريم عبده البلايين من النصارى، والله لا يتبرأ منهم، ويقول: ما أمرتهم بعبادتي ولا أذنت لهم في ذلك، وإنما افتروا وكذبوا علي. كذلك الأصنام والأحجار وكل ما عبد من دون الله يتبرؤون يوم القيامة من عابديهم. الحجارة تنطق، ينطقها الله، سيكفرون بعبادتهم ويجحدونها وينكرونها عليهم ويكونون عليهم ضدا. أصنامهم وأحجارهم آلهتهم التي عبدوها من الأنبياء من الملائكة الكل يصبحون في عراسة القيامة ضدا عليهم، لأنهم ما أمرهم بعبادتهم ولا أذنوا فيها. ثم قال تعالى يخاطب رسوله ونحن معه إن شاء الله إن كنا عقلاء: ألم ترى يا رسولنا أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم، تدفعهم إلى الباطل، إلى الشر. والشياطين هنا شياطين الإنس والجن معا، الذين كفروا بالله ولقائه، كفروا بالنبوة المحمدية والشريعة الإسلامية، هؤلاء الكفار أو الفساق الفجار، الشياطين تؤزهم إلى الكفر والفسق والظلم والشر والفساد. والله كما أخبر الله، هل الكفار الملاحدة العلمانية المشركون الكفر يتقون الله؟ لا يزنون، لا يكذبون، لا يفجرون؟ والله ما كان، لأن الشياطين تؤزهم وتدفعهم دفعا إلى الشر والباطل والفساد. وانظر العاصي بن وائل كيف يقف هذه المواقف، مدفوع وإلى لا؟ الشياطين تؤزه أزا وتدفع دفعا، وهذه سنة الله باقية إلى يوم القيامة. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين، من خلقهم؟ الله. إذن من يرسلهم؟ الله، حسب سنته في خلقه، شياطين الإنس والجن. أرسلناهم على من؟ على الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين كذبوا بتوحيد الله كافرون، الذين أنكروا رسالة محمد وهو خاتم نبينا كافرون، الذين أنكروا الدار الآخرة وما يجري فيها من جزاء
على الصالحات والطالعات فهو كافر، من كذب الله ورسوله فيما أخبر به فهو كافر جاحد معاند. هؤلاء الذين كفروا الشياطين تزعجهم إزعاج إلى المعاصي. وما بيننا من عرف الكفار في أمريكا في أوروبا في الصين في روس يصدق القرآن بهذا، تأمين يقول آمنت بالله، تدفعهم الشياطين المعاصي بصورة عجب. أما وجدت أندية اللواط في أوروبا في أكبر من هذا شيء، في مصر أكبر من هذا المصر، من أباح الربا؟ من أباح الزنا؟ ألم يوجد دور البغاء في بيوتهم وكلاء؟ صدق الله العظيم. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء فلا تعجل عليهم يا رسولنا، ما تستعجل العذاب عليهم العاجل، خليهم يزيدون فلا تعجل عليهم، ما تدعو الله أن يهلكهم، خليهم ليزدادوا ظلما وباطنا وشرا وفساد حتى يتم العذاب الكامل لهم. فلا تعجل عليهم بماذا؟ بالدعاء على بهم بهلاكهم الآن، خليهم، إنما نعد لهم عدا ونحصي لهم ونحسب لهم ونجزيهم ونهيئ لهم عدا، فلا تحتفل بأمرهم ولا تبالي بكفرهم. ثم قال تعالى متى يتم ذلك؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين وفدا، على نجائب وركاب ورحائل الذهب والفضة والزبرجد. أولا تبعث الخليقة كلها في ساعة واحدة، نفخة الصور، نفخة البعث. بعد ذلك عشرات الآلاف السنين، وإلا 50,000 سنة في يوم واحد. بعد ذلك يفصلون أهل النار إلى ساحة جهنم، وأهل الجنة يجتازون الصراط إلى الجنة، وبعد ذلك تهيأ لهم ركائب نجائب من إبل عجب خلقها الله لهم، رحائلها من الذهب، يدخلون بها الجنة. ما ندري المسافة هذه كم. فتتلقاهم الملائكة عند أبواب الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوم أذكر، يوم نحشر المتقين إلى من؟ إلى الرحمن. ذاهبون إلى أين؟ إلى الرحمن، إلى جنته دار السلام. وفدا، فالوفد في لسان العرب لا بد من ركائب يركبونها ويفدون عليها. والآن ما نستعجل، دعونا الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، كذا ولا لا؟ هل هذا الدعاء وحده يكفي إذا لم نطلب التقوى؟ ماذا تقولون؟ لا بد وأن نطلب التقوى في صدق وندعو الله فيستجيب. أما نعرض عن تقواه ولا نبالي بمعاصيه ونسأل التقوى، ما تجد، كالمستهزئ. وهنا بلغوا أنه لا تتم تقوى الله لعبد ولا لأمة إلا إذا عرف ما يحب الله وما يكره الله، أول خطوة. ثانيا أن يفعل محاب الله كما أمر الله أن يفعلها، وأن يتجنب مناهي الله كما أمر الله أن ينهيها، ومن ثم أصبح تقيا. أما جاهل لا يعرف الله ولا يحبه ولا يرهبه ولا يعرف ما يحب ولا ما يكره، كيف يتقيه؟ تذكرون ما وضع الرسول من قاعدة؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا هذا الفرض؟ لأنه من المستحيل أن تتقي الله وأنت ما تعرف ما يغضبه ولا ما يرضيه، كيف تتقيه؟ أنت لما تعرف أن هذا الحيوان يأكل بسمه تتقيه،
أليس كذلك؟ لما تعرف أن عند الباب لصوم في يده سيف يضربك تتقيه. فلا بد للمؤمن والمؤمنة من معرفة ما يحب الله من الاعتقادات ومن الأقوال والكلمات ومن الأفعال ومن الصفات أيضا، في صفات ما يحبها الله، التبخت والتكبر في المشية ممقوت صاحبه وإلا لا؟ لماذا؟ لأن الله يكره ذلك. فلا بد من معرفة محاب الله أي ما يحبه الله ففرضه على عباده وألزمهم به وواعدهم الجنة به. هذه المحاب بعضها عقائد إيمان، بعضها أقوال كلمات تقال، بعضها أفعال ينهض بها ويؤديها كالصلاة والجهاد. والمنهيات التي نهى عنها وتوعد عليها وضع لها حدود يجب أن تعرف، من الشرك إلى الزنا إلى الكذب إلى الباطل إلى الغيبة إلى النميمة، لا بد هذا منه. ما نخدع أنفسنا نقول نتقي ونحن ما عرفنا كيف نتقي. كلما نتعلم مسألة يحبها الله نطبقها على الفور ونشد عليها، كلما نعرف أن الله يكره كذا كلمة أو نظرة على الفور نكره وبكره الله تعالى ونبتعد عنها يوما بعد يوم عام بعد عام، وإذا بنا عالمين متقين برا، حتى نكون ممن يحشرون إلى الله وفدا على نجائب ورحائل من ذهب وفضة. فهمتم هذه؟ تبلغونها وإلى لا؟ وقد قلنا غير ما مرة ليس شرطا أن تحمل القرطاس والقلم، لا أبدا، قد تتعلم وتحب الله وتحب ما يحب وما في يدك قلم أبدا. كأصحاب رسول الله كم واحد كان يكتب منهم ويقرأ؟ واحد إلى مئة. كيف أصبحوا عالمين؟ مجالس العلم. عبد الله بن عباس يقول كنت أقف على باب العالم من الصحابة كعلي أو كعمر، تأتي الرياح تغموني بالتراب وأنام على العتبة وأنا ننتظر متى يخرج علي أو عمر أو فلان. أما أن يعيش الإنسان ولا يسأل أبدا هل هذا يجوز أو لا يجوز، هذا حلال أو حرام، هذا يحب الله ويكره، كيف يتعلم؟ ولهذا ما زلت أقول واللهم اشهد على أهل القرية على أهل الحي يجب أن يجتمعوا في بيوت ربهم كل ليلة وطول العام بين المغرب والعشاء، لأنه وقت راحة ما هو وقت عمل أبدا في الدنيا كلها، ويتلقون الكتاب والحكمة. ما تبقى خرافة ولا ضلال ولا جهل ولا شرك ولا باطل ولا حسد ولا بغضاء ولا شنعاء ولا يطيبون ويطهرون. بدون هذا الطريق لا يمكن أن يتم هذا العلم، والواقع شاهد وإلا لا؟ يتعلمون في المدارس ما يعبدون الله بما تعلموا، والذي يجلس في المسجد ليتعلم ما يعبد الله به كيف يجلس ويعلم ولا يعمل؟ والله ما كان، لأن الإرادة هي التي جاءت به ليتعلم ويعبد الله. أما نطلب العلم في المدرسة للوظيفة والدنيا كما هو واقع العالم الإسلامي، هل أهلها أتقياء براء؟ هكذا يقول تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقين يحشرهم على ركائب ونجائب إلى الرحمن وفدا، والمجرمين يساقون وإلى لا؟ الصالحون أتقياء على ركائب على نجائب الإبل، والآخرون بالحشر بالسوق بالعصا بالنار، نسوق المجرمين إلى جهنم وردا يردونها. ثم قال تعالى لا يملكون الشفاعة، أهل الموقف كله لا يملكون الشفاعة، يشفعون لغيرهم والله ما يستطيعون،
لا يملكون الشفاعة لهم يشفع لهم، والله ما يكون إلا فقط للموحدين، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم أهل لا إله إلا الله. وهنا المتقون أولياء الله أهل الجنة يشفع الله تعالى بعضهم في بعض، يشفع علي بن أبي طالب في فلان ليرفع من قدر علي ولينجي فلان، تجري الشفاعة بين أهل الجنة بين المؤمنين، فيكرم الله من شاء أن يكرم ويقول اشفع في فلان وفلان أو في بني فلان. ثانيا شفاعة تنالهم وهم متأهلون لها، لكن ما وصلوا إلى درجة أن يدخلوا الجنة بدون شفاعة، فيشفع الله فيهم من شاء من عباده. أما الكافرون فلا شفاعة لهم، دليل قوله لا يملكون الشفاعة اللهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما العهد الذي بينه وبين الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا وهو الإسلام. فأهل لا إله إلا الله أهل التوحيد الذين عبدوا الله ووحدوه إذا أذنبوا ذنوبا كبائر ودخلوا النار لهم عهد من الله أن يخرجهم من النار، هذا عهدهم. يقينا أن أهل التوحيد إذا دخلوا النار بالفسق والفجور واستوجبوا العذاب ودخلوا النار وحرقوا فيها يخرجهم الله بهذا العهد، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وعهدهم أنهم كانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قطعا، وعبدوا الله لكن زلت أقدامهم فوقعوا في ذنوب هوت بهم في جهنم، يشفع الله فيهم من شاء ويخرجهم من النار. أما أهل الشرك أهل الكفر فلا شفاعة أبدا، يخلدون في العذاب بلا نهاية. هكذا يقول تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هاي نتخذ عند الرحمن عهدا لا إله إلا الله ونعبد الله ولا نعبد سوى محمد رسول الله ونعبد الله بما يبين رسول الله وما يشرع. والآن اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. يخبر تعالى مشددا منددا بالمشركين فيقول واتخذوا من دون الله آلهة. يا للعجب أو يا للأسف أو كيف يكون هذا، أي معبودات من الأصنام فعبدوها بأنواع من العبادات. وراجع عباد الأصنام والأحجار وتشاهد هذا اليوم، ليكونوا لهم في نظرهم الفاسد عزا أي شفعاء لهم عندنا يعزون بواسطتهم ولا يهانون. كلا أي ليس الأمر كما يظنون، سيكفرون بعبادتهم وذلك يوم القيامة حيث ينكرون أنهم أمرهم بعبادتهم وينكرون عليهم ويكونون عليهم ضدا أي خصوما. ومن ذلك قولهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وقولهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فلم يعترف عيسى ولا العزي ولا الولي ولا عبد القادر بمن عبدوهم. وقوله تعالى في الآية الثانية ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يقول تعالى لرسوله ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا أنا أرسلنا الشياطين أي شياطين الجن والإنس على الكافرين
على الكافرين بنا وبآياتنا وبرسولنا وبلقائنا تؤزهم أزا، أي تحركهم بشدة نحو الشهوات والجرائم والفساد والمفاسد، والله كما أخبر تعالى، وتزعجهم إلى ذلك بالإغراء إزعاجا كبيرا، أي فلا تعجب من حال مسارعتهم إلى الشر إلى الشر والفساد، ولا تعجل عليهم بمطالبتنا بهلاكهم، إنما نعد لهم كل أعمالهم ونحصيها عليهم حتى أنفاسهم ونحاسبهم على كل ذلك ونجزيهم به. هذا معنى قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وقوله تعالى يوم نحشر المتقين، أي أذكر يا رسولنا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والمتقون هم أهل الإيمان بالله وطاعته وتوحيده ومحبته وخشيته وطاعة رسوله ومحبته. نحشرهم وفدا أي راكبين على النجاء من النوق، عليها رحال الذهب إلى الرحمن، إلى جوار الرحمن عز وجل في دار المتقين دار الأبرار والسلام. وقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي ونسوق المجرمين على أنفسهم بالشرك والمعاصي، نسوقهم مشاة على أرجلهم عطاشا، يساقون سوق البهائم إلى جهنم وبئس الورد المورود جهنم. وقوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أخبر تعالى أن المشركين المجرمين على أنفسهم بالشرك والمعاصي فدسوها خبثوها لا يملكون الشفاعة يوم القيامة، لا يشفع بعضهم في بعض كالمتقين، ولا يشفع لهم أحد أبدا. لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان به وطاعته بأداء الفرائض وترك المحرمات يملك إن شاء الله الشفاعة بأن يشفعه الله في غيره إكراما له، أو يشفع فيه غيره إكراما للشافع أيضا وإنعاما على المشفوع له. كما أن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله المتبرئين من حولهم وقوتهم إلى الله الراجين ربهم يملكون الشفاعة إن دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها بشفاعة من أراد الله أن يشفعه فيهم. نعمة كبيرة هذه، وإلا الحمد لله على أننا من أهل لا إله إلا الله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا الكشف عن نفسيات الكافرين، الكشف عن نفسيات الكافرين لا سيما إذا كانوا أقوياء بمال أو ولد أو سلطان، فإنهم يعيشون على الغطرسة منه والاستعلاء العاصي بن وائل وتجاهل الفقراء واحتقارهم إلى الآن. ثانيا تقرير البعث والحساب والجزاء، قطعا ما في ذلك شك. ثالثا مضاعفة العذاب على الكافرين الظالمين لظلمهم بعد كفرهم، ليس أهل النار عذابهم واحد، يتفاوت ما بين السماء والأرض، فأهل الكفر مع الظلم أشد من أهل الكفر فقط، أهل الكفر والإجرام وكذا أشد من أهل الكفر مطلقا وهكذا. نعم. تقرير معنى آية إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ونرثهما يقول نعم. براءة سائر المعبودات من دون الله من عابديها يوم القيامة خزيا لهم وإحقاقا للعذاب عليهم. أعد. براءة سائر المعبودات من دون الله من عابديها، سواء ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو عباد أو أحجار، المعبودون من دون الله كلهم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ولا يعترفون لهم بتلك العبادة.
لهم وإحقاقا للعذاب عليهم. خزي من جهة وإحقاق للعذاب من جهة. لا عجب مما يشاهد من مسارعة الكافرين إلى الشر والفساد والشهوات. كما قدمنا لا عجب مما تسمع الآن في بلادنا، ما تجد في بلاد الكفر العجب في المسارعة إلى الشر والباطل والفساد والخبث. نعم. قال لا عجب مما يشاهد من مسارعة الكافرين إلى الشر والفساد والشهوات لوجود شياطين تحركهم بعنف إلى ذلك وتدفعهم إليه. لا ينبغي طلب العذاب العاجل لأهل الظلم، لأنهم كلما ازدادوا ظلما ازداد عذابهم شدة يوم القيامة. هذه لطيفة، ما نستعجل عذاب الكفار والمجرمين، خليهم يزدادوا حتى يتم عذابهم الكامل يوم القيامة، إذ قال تعالى لا تعجل عليهم. نعم. قال لا ينبغي طلب العذاب العاجل لأهل الظلم، لأنهم كلما ازدادوا ظلما ازداد عذابهم شدة يوم القيامة، إذ كل شيء محصن عليهم حتى أنفاسهم محاسبون عليه ومجزيون به. رابعا وأخيرا بيان كرامة المتقين ومهانة المجرمين.